هذيك المرة كان باستضافتنا الدكتور طارق خليفة واللي هو حاصل على البورد السويدي للأشعة التشخيصية، البورد السويدي للأشعة التداخلية، وأيضا هو مدير مركز هشاشة العظام. الدكتور طارق خليفة كان موضوعنا معه هذيك الأسبوع الماضي عن هشاشة العظام، فنتيجة التليفونات والاستفسارات اللي أجتنا كتير منكم حابين يعرفوا أكثر عن موضوع الهشاشة، فاليوم راح يكون حديثنا موسع عن موضوع هشاشة العظام. صباح الخير دكتور. صباح الخير. أهلا وسهلا فيك. اليوم بدنا نحكي على موضوع الهشاشة لأنه كتير صار ناس سألوا وبدون يعرفوا أكثر تفاصيل وأكثر ديتيلز يعني عن الهشاشة، فخلينا نحن اليوم بناء على طلب المشاهدين معك دكتور، اليوم جبت لنا سلايدز وهذه السلايدات مستخدما فيها الأشعة اللي بتستعملها في التشخيص هشاشة العظام. رح نعرف أول شيء شو هي الهشاشة، مش هيك؟ أعتقد هاي بداية منيحة. يس تفضل. إذا بيحطوا لنا سلايد أول رقم، يحطوا سلايد الرقم واحد إذا ممكن. أوكي. هذه هي. هاي صورة كتير يعني منشوفها. إذا بتشوفي هاي الصورة بتعبر عن كتير مشاكل بتحصل بوجود هشاشة العظام. إذا بتلاحظوا سيدة على اليمين بصغرها شكلها وهي صغير الرأس، لما تكبر شايفين الحدبة بظهرها. الحدبة. الحدبة شو بتعني؟ بتعني انه الفقرات انكسروا من قدام. المهم لما يكون في هشاشة لأسباب كتير بتنكسر الفقرات بيصير عندنا حدبة. رح نحكي بعدين شوي الحدبة شو بتعمل، تأثيرها على القلب، تأثيرها على الأعضاء اللي جوا، تأثيرها على المثانة، وهي مشكلة كتير ناس بيعانوا منها رايحين جايين على التواليت. هدول عنا لهم سلايدات تفصيلية كمان شوي رح نشوف. لقدام شوي بنورجيكم كيف بيصير الكسر. السيدة وجهها مسكينة موجوع كتير، ظهرها تحت عم بوجعها، وجع أسفل الظهر هذا بيعمل كمان يعني إيش؟ كسورات صغيرة داخل العظم تعمل وجع. إذا نطلع على الصورة تاع القفص الصدري مثلا، القصر صار محني أوريدي بالصورة عندكم، في مبين إنه مكسور. ضلع ضلعين مكسور، يعني مثلا تيجي الحفيد بعد فتره مش شايف حمال سته، بيجي بيعبطها بشده بتلاقيها صيحت، يا حرام فتكون كسر ضلع او ضلعين انكسروا. هذا بالحاله الطبيعيه لا يمكن انكسروا هيك، لكن من هالضم تبعت الحفيد انكسروا لانه عندها هشاشه. موضوعنا كله ايش؟ موضوعنا الكسر. احنا بنحكي عن الهشاشه حتى نوصل للكسر ونمنع الكسر. إذا بتطلعوا كمان نشوف السلايد اللي بعدها، انتقلنا بنكسر الإيد، بنكسر عظمة الحوض، وهي خطيرة كتير عظمة الحوض لما تنكسر. هلأ هون دكتور عم نستعمل هون الأشعة، إذا شايفين هون. على السؤال الأول، ما هي شيء الهشاشة؟ إحنا قلنا المرة الماضية حكينا على الهشاشة إنه العظم، مادة العظم بتقل. إذا شايفين الصورة اليمين هذا عظم كثيف، إذا بتشوفوا لو استعملنا كلمة العرقات العرضية والطولية، السميكة، الفتحات الصغيرة، الفتحات اللي فيه قليلة وصغيرة. إذا بتشوفوا الصورة اللي بعديها، أصور صورتين بيحكوا لحالهم، هديك هش وهي الصورة الثانية برضو، الفتحات صاروا كبار، في تقطعات، محل الأسهم بتبين، صار كل إشي رفيع هناك، يعني خسرنا مادة العظم. اليمين مليانة عظم عريض، فتحات صغيرة، هذوك فتحات كبيرة. هاي دكتورة الدكتور الصور حصلت عليها من الأشعة التشخيصية اللي بتستعملها؟ لا، هاي بنعمل هذه بالمختبرات الطبية، بنعمل بمادة بآلة اسمها مايكروتوم، بنقصها بنقص على درجات. لو الأخ رجع للسلايد اللي قبله، بنقص وبنعملها 3 ديمنجنال. ما عنديش الإمكانية أورجيكم 3 ديمنجنال، بنقدر نلف الصورة كمان عشان نشوف كيف العظم يعني بيكون سميك. هلا إيش اللي بنقص؟ من السلايد ولا؟ من العظم. العظم بنقص. كيف نقص؟ بحس المريض يعني ولا بالأشعة كلها؟ لا ما تخافيش، بنكون بالأشعة يعني هذا كله. كذلك للأسف بدناش على الصباح نحكي لهم على الموت، لكن في من اللي بتوفوا عندهم هشاشة عارفين، نسمح لحالنا ناخذ شرايح من العظمهم. هدول للعلم يعني، وزي ما بتعرفي بالسويد عندنا قانون مسموح لنا نعمل هيك. هلا دكتور ونشوف كمان الصورة اللي بعدها عن الهشاشة.
يا تفضل. اوكي هاي دكتور هذه الصوره بتصور هاي شامله. اذا بتطلعوا على اليمين على الشمال، ابدوا بالشمال شمال، شايفين انا كاتب على كل وحده شو فيها. هذا عظم عاجي سميك على الطرف تحت، اذا على الشمال تحت شايفين عظم سميك، هذا العظم العاجي زي عظم الخروف مره زي العاج، واللي جوا عظم اسفنجي وشكله اسفنجي. الفتحات تبعته صغيره وما في تقطعات. هلا بنروح لليمين، بتشوفوا هناك الفتحات بالعظم الاسفنجي صارت واسعه وكبيره، والعظم العاجي ضلوا ينحف 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 لما صار رقيق على الشمال. اتصور التكست واضح ومبين. دكتور هلا نحن اخذنا اصوات من مشاهدين رؤيه من الشارع وسالناهم سؤال، انه لما حدا بيقول لك عن هشاشه العظام شو بتعرف عن الهشاشه او ماذا تعني لك هاي الكلمه، فرح نشوف هلا راي الناس اوكي بالهشاشه ونرجع نكمل مع دكتور طارق خليفه. اللي بعرفه عنها هذه نقص الكالسيوم في العظم، ممكن تساعد على يكون تكسير العظم بشكل اسهل. في حاله نقص الكالسيوم بصير هشاشه العظام، بصير العظم ينكسر اسهل. اللي بعرف عن هشاشه العظام انه مرض يصيب العظام بالجسم يؤدي الى سهوله كسرها، وبالذات عند النساء اكثر من الرجال، وسببه قله الكالسيوم بالجسم. اعرف انه هشاشه العظام هي وصف العظام الهشة التي يسهل كسرها، يعني معرض أكثر للكسر. هي نقص الكالسيوم في العظام وبتصيب النساء أكثر من الرجال. هشاشة العظام حالة مرضية بتعرض لها الإنسان يعني مع تقدم بالسن. هشاشة العظام هو عبارة عن مرض يعني قديم جديد، معلوماتنا كانت عنه سابقا شحيحة وقليلة، لكن علم الحديث تطور مفهومنا لموضوع هشاشة العظام. مرض على مؤاخذة منتشر وموجود، له أسباب وله أعراض على مؤاخذة سهل اكتشافها ودراسة أعراض على مؤاخذة، لأجل أنه على مؤاخذة ما يحصل تأخير في قضية العلاج تبعها. نقص الكالسيوم نقص الكالسيوم سببه يعني نقص الكالسيوم. طبعا هشاشة العظام هي مرض بصيب الستات بشكل أكبر منتشر حاليا هاي الايام اكثر، يعني مع مرور الزمن مع المياه المضره. نقص بالكلس ويصيب النساء اكثر من الرجال. هو على حد علمي انه نقص الكالسيوم بالعظام ويصيب المراه طبعا بشكل اكثر من الرجال. بعرف انه هشاشه العظام يعني بتخلي الواحد يصير كالتهاب في المفاصل واشياء اخرى، يعني امراض اخرى. هشاشه العظام اعتقد انها قلة الكالسيوم أو نقص الكالسيوم في العظام؟ والله مش كتير يعني، بس يعني بشكل عام أسلوبنا الغذاء الجديد والوجبات السريعة. هشاشة العظام هو بيكون نقص I think بالكالسيوم بالجسم نتيجة لأنه مش بتغذى عن طريق مثلا المشتقات الألبان زي الجبنة أو اللبنة، وخاصة بأعمار للستات ممكن بعد السن 30، فكتير بنصحوهم أنهم يكتروا من مشتقات الألبان. هذا كان رأي الناس. نسمع دكتور طارق، شو رأيك بتعريف الناس؟ الكاميرا هون. أنا متفاجئ إنه في برضو في عندهم معلومات منيحة. الكثير منهم حكى مثلاً نقص الكالسيوم مزبوط، هو مش بس نقص الكالسيوم، نقص الكالسيوم والبروتين. العظم بيتكون من بروتين ومن كالسيوم. الكالسيوم بيقعد على البروتين، بس لما يقول نقص الكالسيوم ما هو ما فيش محل يقعد فيه، معناته برضه راح البروتين تبعنا. بكلمة ثانية بنقول نقص مادة العظم، مادة العظم هي بتقل وبتقل، وهيك بنوصل كل ما قلت بنوصل لخطر الكسر أكثر وأكثر. ورجعنا بنقول موضوعنا الكسر، بس أنا متفاجئ كثير إنه كثير عم بيحكوا بيقول نقص الكالسيوم، هذا عام عندهم ممتاز عندهم، يعني أنا شايف إنه كتير عم بيعرفوا. بس لاحظتي كمان بالكلام إنه بيقولوا يصيب النساء أكثر. النساء أنا عندي كتير ما بيقولوا الكلمة يعني بين بارنتيز بيقولوا مرض النساوين. فهذا غلط، الحقيقة ده غلط، بيصيب الكل، بيصيب من صغار لأكبر العمر.
إذا بتلاحظي في المدة الأخيرة خلينا نقول هيك عم بيقرب الفرق بين الرجل والمرأة عم بيصير تقريبا متقاربين كتير. يعني زمان يمكن كانت المرأة تصاب أكثر أو بجوز الإحصاء لا كانوا دائما يعتقدوا هذا فقط للنساء والرجال معصومين. هذا خاطئ معناته جدا خاطئ لأنه 50% في العالم من النساء بسن 50 بيكون عندهم ضعف شديد وهشاشة. الرجال 40%. هذا عالميا. لكن إذا بتيجي للشرق السعيد تبعنا هون الدخان وين ما تروح بتعرفيش تنفسي أصلا. وين ما تروحي لا بالاستوديو الحمد لله ما في دخان هون. لا ممنوع. بس إنما في وين ما تروحي إلا يكون في دخان. إلا يكون في دخان. إذن النسبة عندنا أعلى. أنا أعتقد إذا بدنا نحقق مزبوط تطلع الرجل والمرأة متساويين هون. لأنه دكتور عندك دراسات وأبحاث في الهشاشة رح نيجي المرة الجاية في عملية استقلاب. أيوة في كمان الاستقلاب اللي هو الميتابوليزم العظم وفيها أنت دائما عامل دراسات على الدخان والأرجيلة وأثرها في هشاشة العظام. يمكن هذا منتناوله بموضوع تاني إذا بتحبي لما نعمل حلقة لهالموضوع هذا لأنه مش راح نلاحق على كله هلأ. طيب نشوف الناس إيش حكوا عن الدخان. يا ريت ولا نجي للكسور نشوف ايش حكوا. يا ريت انا حابب اشوف كمان شو رايهم. اوكي سالنا كمان ناس وبالشارع وهو سالناهم هل بتفكر انه الدخان والارجيله لهم علاقه بهشاشه العظام. خلينا نشوف شو قالوا. ارجيله والدخان انا بعرف انه الدخان مضر يعني بس هو شو تاثيره على العظام مش متاكد من المعلومه والله. باعتقادي انه بتاثر على هشاشه العظام الارجيله والدخان لانه من تركيب الجسم اللي هو الموجودة بالدم بتأثر فيها العظام وأكيد الدخان له تأثير عليها. ما عنديش فكرة واضحة يعني لكن لا شك إنه أضرار الدخان يمكن تتعدى العظام بالإضافة لأضرار أخرى يعني. وأعتقد إنه السبب الرئيسي لهشاشة العظام هو موضوع التدخين موضوع الأرجيلة وفي نقص قد يكون في نوع من الفيتامينات حسب مفهوم عدم أخذ مفهوم هشاشة العظام حسب معلومات اللي عندي عدم أخذه وقد تكون معلومات صحيحة بصراحة لكن مرض يعني ممكن إن شاء الله تعالى إنه الإنسان يأخذ بالاعتبار إنه يتجنبه ويسلم منه إن شاء الله. لا الدخان والأرجيلة بضر كل شيء مش بس هشاشة العظام يعني. بالطبيعة يعني إنه أكيد الدخان والأرجيلة أشياء مضرة جدا للعظام وبتسبب الهشاشة وهي سبب رئيسي من هشاشة العظام. طبعا إشي طبيعي. دخان الأرجيلة طبعا بيأثر بيعمل أصلا الدخان في مادة النيكوتين. بيأثر أكيد سلبا يعني على الرئتين بدون العظام هو أصلا تأثيره سلبي على الجسم إيش أكيد طبعا الدخان بيأثر بشكل سلبي على العظام. الدخان طبعا سلبي لأنه الدخان يعني باعتبار بيأثر على الدم والدم بيأثر على العظام وعلى كل إشي في الجسم. طبعا بتأثير سلبي بيجي لأنه في نيكوتين وهذا إشي أكيد بده يأثر على وبسبب طبعا هشاشة في العظام. ما عندي فكرة بالنسبة للتدخين ما بعلم انه يكون عامل لا ما اعتقد. هلأ كلنا ما بنختلف انه الأرجيلة والدخان يعني دائما بيأثروا سلبا على جسم الإنسان ومنه كمان هشاشة العظام لأنه فيها النيكوتين. نسبة النيكوتين بتأثر كتير بالدم والدم كمان بالتالي بيأثر بيعمل هشاشة عظام. هو طبعا أكيد التدخين أتوقع انه له دور في موضوع هشاشة العظام. اوكي دكتور شو رايك شعب لاحظ انه والله عندهم معلومات منيح يعني مش واضح المعلومات بس اي بس مزبوط. هلا اذا بنحكي على التدخين شو تاثيره العلاقه بين التدخين وهذا وهشاشه العظام في انسه حكت على النيكوتين معلومه منيحه. النيكوتين بقلل من امتصاص الكالسيوم ومعلومات اللي بنعرفها انه مش بس هيك في حوالي 2000 ماده في بالدخان. اذا لما يدخلنا كلس قليل بامتصاصه قليل هذا يقود طبعا الى ضعف العظام. هاي وحده. الدخان بدخلنا كمان شغلات تانية. انت ما في حريق ما في شيء بينحرق اللي بيطلع اول اكسيد الكربون وهي مصيبه برضه. البعض تطرق للكلمه الأول أكسيد الكربون لئيم كتير بيقعد على خلايا الدم الحمراء وبيقعد عليها 7-8 ساعات ما بيتركها. لما يقعد عليها بتحول الهيموغلوبين اللي فيها إلى إشي اسمه ميت هيموغلوبين مع أول أكسيد الكربون.
هذا ما بينقل اكسجين للخلايا ولا بيرجع ثاني اكسيد الكربون. بهالمعنى بدخل قليل اكسجين للعظم وهذا بيقود الى ضعفه، لانه عمليه الاستقلاب بدها اكسجين، عمليه حيويه. فبرضه بهالطريقه اعمالنا بنتاثر. في مواد كثيره بتدخل. لو قلنا اتصور سالتيني قبل شوي عن الكادميوم شو حكايته. الكادميوم ماده لئيمه لما بتدخل تدخل بالتدخين طبعا، مش بس السيجاره. اذا انا بقول السيجاره مصيبه بدنا نوصف الأرجيلة بالكارثة، رأيك ولا لا؟ يعني مش معقول، يعني بتدخل 10 مرات أكثر من السيجارة. إذن هي كارثة فعلا. هلأ بدخلنا المواد، أول أكسيد الكربون كتير، نيكوتين كتير كتير، بس بدخلنا مش المعسل اسمه. بتحطوا ألومنيوم فولية وبتخزقوها، بتحط مش أنت، أنا بحكي الناس أنا بريء. فبحطوا البص، الشفطة طويلة، بصير الحرارة عالية جدا، بينصهر الألمنيوم وبيدخل مع الدخان. الألمنيوم هذه مادة لئيمة كتير سامة للعظم، هذا بتقود سريعا للهشاشة. كذلك بدناش نخوف الناس مشان يقطعوا هلا، اذا قطعوا هلا ما بيوصلوا للمرحله اللي بدي احكيها. هلا في 3 ابحاث ماشيين بالسويد، خلصنا من 2 منهم، انا كنت مشيك باول 2، بعدين اجيت لهالبلد، فيعني البحث لسه ماشي لانه اعداد كبيره بدنا. عم بيحاولوا يربطوا بين تجمع الالومنيوم في الجسم وقسم منه بتجمع بالدماغ، وهون تيجي المعضله. في عنا اعتقاد انه الألمنيوم بعد تجمعاته بالدماغ بيقود إلى خرف مبكر، اللي هو الزهايمر. لا، خرف مبكر غير الزهايمر، لما يزيد بيصير الزهايمر، الخرف المبكر، وبعدين بيقود برضو لالزهايمر. وتعرفين هذه مواصفاته بنحكي فيه مرة ثانية، لأنه هذا بده برنامج لحاله الألزهايمر، ما بتعرفي. طيب بتحب دكتور هلأ ضل عنا وقت، يضل عنا لأشياء نحط الـ3 سلايدات اللي بنحكي فيهم عن الكسور كيف بتصير، أو نشوف الفوكس بوبس رأي الناس بالشمس؟ It's up to you، لأنه الموضوع مش رح يخلص اليوم، ما بخلص بهال20 دقيقة بتعرفي. شو بتحبي قرري انت؟ خلينا نشوف رأي الناس لما سألناهم ايش علاقة الشمس ب هذا كتير كتير بالهشاشة. خلينا نشوف رأي الناس. ممتاز. واللي بضل بدنا نشرحه عن الكسور بدنا نعمله الأسبوع الجاي. اوكي. خلينا نشوف رأي الناس لما سألناهم ايش علاقة الشمس بالهشاشة. الشمس بعرف انها بتاخذ، الانسان منها بياخذ فيتامين دي، فيتامين دي ممكن يقوي العظام، ممكن اتوقع هيك. باعتقاد ان الشمس لا تؤثر، الشمس موجود فيها فيتامين سي، وفيتامين سي ضروري لبناء العظام، فباعتقاد انه ما بيأثر. انا حسب معلوماتي انه الشمس تقوم العظام، فبالتالي تحسن من وضع العظام الهشه يعني. وبتوقع انه في هناك مفهوم خاطئ لقضيه هشاشه العظام، على ما اخذ بعتبر انه تعرض للشمس الزائد ممكن يأثر على موضوع هشاشه العظام. اذا بتاثر الشمس بتاثر ايجابي على هشاشه العظام، يعني كويسه للموضوع هذا بالذات. يعني الشمس طبعا بتاثر ايجابا فيها، وطبعا لها فوائد ولها زيادة قوة العظام وبعد عن مشكلة الهشاشة هاي. هي بتأثر إشي سلبي وإيجابي بالتقوية للعظام. هي الشمس تعرضها، يعني الواحد لما يتعرض للشمس طبعا تأثير إيجابي بيأثر على العظام لأنه في فيتامين دي، أما كترتها بتعمل اللي هي ضربة شمس، كترتها كتير مش منيح. بأثر طبعا بشكل إيجابي لأنها تحتوي على فيتامينات طبعا مشعة زي فيتامينات سي للعظام وهيكش. لا بشكل إيجابي طبعا، لانه فيها فيتامين يعني زي ما بحكوها انه اللي ما الفقراء اللي ما بيقدروا مثلا يعوضوا بالاكل، فالشمس بتعطي قوه للانسان في هذا المجال. بتاثر طبعا بشكل ايجابي، انه فيها فيتامينات بتاثر على العظام. ممكن يكون يعني الشمس مصدر الاساسي لتزويد الانسان بالكالسيوم، او في كمان هناك فيتامينات بيقدر ياخذها الطفل خصوصا اذا كان ما تعرضش لفترات طويلة بالشمس. صراحة بتخيل انه لا الشمس بتشكل يعني بشكل ايجابي بيكون على العظام، هلأ ليش ما بعرف. وبعدين الموديل الجديد ما فيش حد بيطلع للشمس، كله تحت بدون شمس، طبعا كله هذا بيأثر على موضوع العظام وهشاشة العظام. دكتور شو رأيك؟ فيتامين بعض الإجابات في الآنسة حكت كلام، أعتقد أنه معلوماتها كويسة.
بس بعض الاجابات الثانيه بتقول لك الشمس بتدخل فيتامين سي والاخر بقول لك بتدخل كالسيوم، بس ما يكون المهم نشرح شو الحكايه. التعرض للشمس بيعمل لنا فيتامين دي، بيزيد نسبة الفيتامين دي عندنا. التعرض للشمس المباشر على الجلد بيعمل فيتامين دي من مادة اسمها بروفيتامين، بتصير فيتامين دي، والفيتامين دي ضروري كتير لامتصاص الكالسيوم ولعملية الاستقلاب، عملية الميتابوليزم، بناء العظم، كتير كتير مهمة. إذا دايركت للشمس بتزيد من الفيتامين دي، الفيتامين دي بزيد دخول الكالسيوم وبزيد بناء الداخل بعملية بناء العظم. فحيوي جدا جدا، وللأسف مش كتير اللي انت عارفة ما بعرفش ليش هون الرجال بيحبوا السيدات البيضاء، البيض، البيضات مش البيض، بيض البيض. وفي غنوية مصرية خربت العالم العربي كله، اللي بتقول البنت بيضة وبيضة بيضة، هذه خربت العالم، الكل بده بيضة. بتشمسوش بالمرة، نقص بالفيتامين دي بتروح. كذلك الحجاب للأسف بدنا نحكي، بدي أنصح السيدات المحجبات يديروا بالهم يتشمسوا كل ما بصح لهم، يتشمسوا يعرضوا حالهم للشمس. لما يكون في محل زي ما بقولوا مستور يعرضوا حالهم للشمس. وانت دكتور قلت زمنا ومساحة، يعني التنين بفرقوا. كل ما زادت مساحة الجلد كل ما تكون عن وتعرض الشمس المباشر مش من وراء الأزاز، لا، بتكون عندنا فيتامين دي أكثر. إذا كل ما عرضنا جسمنا أكثر وأكثر بتزيد كمية الفيتامين دي. كمية الفيتامين دي تعني امتصاص كالسيوم أكثر وعملية استقلاب حيوية أكثر. فكله فائدة هذا. أنا الحقيقة بقول عمال الوعي عماله بزيد. يعني في وعي، في قراءة، في إجابات بس كانت مبينة، قارئين وعارفين بالموضوع. وإحنا دكتور لأنه حضرتك متعود محاضر بالجامعات على بدنا نمشي بأسلوب السلايدات، بس اليوم يعني هلأ بدنا نخلص اليوم، صفى زي كأنه عملنا مقدمة وأخذنا آراء الناس وأخذنا من حضرتك رأيك بكل شيء. هلأ بدنا نكمل السبت القادم اوكي على 10 صباحا زي اليوم، بنكمل موضوع الكسور ونكمل عن الهشاشه. شكرا لك دكتور اليوم دكتور طارق. شكرا لك. المره الجايه معي ساعتين ولا 20 دقيقه؟ رح نمد لك اياهم 25 دقيقه. موضوع طويل، موضوع طويل وبده شرح. لا اذا بدنا ناخذه مزبوط يا ريت نعمل هيك يعني، او خليها هيك بس ناخذها على عده حلقات. بالضبط بالضبط، يعني بيكون موضوعنا الاسبوع القادم. شكرا دكتور على هاي المعلومات، احنا دائما بحاجه لهي المعلومات، ناخذها من مصدر مصدرها الصحيح زي ما بيقولوا من راس النبعة، فناخدها من مصدر طبي مع السلايدات والصور التوضيحية أكيد بتكون مفيدة جدا، لأنه هذا عماله يعني عم بيصير عنا أنه كتير صار في وعي والناس حابين يعرفوا شو عم بيصير جوا جسمنا لحتى عم نشكي من الهشاشة. شكرا دكتور لإلك. بكل سرور، أهلا وسهلا فيكي. فالأسبوع الجاي في 10 صباحا السبت القادم 2/7 بيكون معنا الدكتور طارق خليفة مدير مركز هشاشة العظام، نكمل نحكي عن الهشاشة والكسور بسلايدات وصور توضيحية حتى نعرف أكثر شو عم بيصير داخل أجسامنا. وهيك فقراتنا مستمرة، دنيا يا دنيا على شاشة رؤيا، خليكم معنا.